وين ما راح برتاب؟ راح يرجع لهون على أكيد بالأخير. بعرف شو عم قلك. يا سلام عليك، أنت مدير عظيم. تفضل. لازم تعطيني مصاري مقابل الإيصالات اللي حضرتي وقعتها بالنيابة عن صاحبنا براتاب. لا تنسى شو عم قلك يا شو دار. لك إن شاء الله بموت إذا بنسى يا حضرة المدير. أيوة. هذا الشيء ما رح ينتسى لسبع أجيال. حط إيديك ورجليك بمي باردة. رح أمن عليه هون. شو دار؟ نعم سيد ديوان. تعال جاي. اللي سيد شوف. ديوان الاحتفال تبع الذكرى المئوية رح يصير عن قريب، وطبعا براتاب رح يحتاج مصاري ومبالغ كبيرة كمان، فهمت؟ وانت بتملك وراء قصر سوارنا، مزبوط كلامي؟ والاحتفال قريب، وحسب توقعاتي براتاب حاليا صار مجبور انه يبيع قصر سوارنا بسبب تفليسه. يعني انه انا رح صير المالك؟ شو عم يصير لي؟ مي مي مي. هيك لكان رح تلبسي هذا التوب بيوم خطبتك. حلو كتير. تتذكري شي؟ أي توب أنا كنت لابسة بيوم خطبتي؟ كان لونه زهري. أبي احتفل بخطبتي والفرحة كانت غامرته وقتها. عزم تقريبا كل المدينة على هالخطبة وزين قصر سوارنا كله ومد السجاد بكل مكان على عتبات كل الأبواب والأضوية بكل زاوية. تخيلي أنا رح عند قصر سوارنا وكمان حيطان قصر سوارنا كانت عم تشع بالأضوية، كان منظرها بياخد العقل. الفرح كان باين على كل وجوه الموجودين. وقصر سوارنا، قصر سوارنا كان مبين بهالليلة مثل قصر بالأحلام ولا كأنه حقيقي. آبا آبا شو قصتك؟ آبا آبا شبك؟ شو القصة؟ أختي آبا آبا شوفي شوفي آبا ليه عم تبكي؟ أنا أختك احكيلي. حاش تبكي آبا؟ آبا شو صاير؟ آبا وقفي بكي وقليلي شو صاير؟ آبا آبا قليلي لشوف شو صاير معك؟ قوليلي إذا في شي مزعلك احكيلي هلأ بقدر ساعدك. أختي تخيلي إنه قصر سوارنا تبعنا اللي كل ذكريات طفولتنا فيه، تخيلي هلأ صار مرهون. أختي كيف؟ لك شو هالمسحة هاي آبا؟ أختي أنا ما عم بمزح صدقيني، هاي أكتر حقيقة مرة بسمع فيها بكل حياتي. قصر سوارنا معقول يرهن؟ ليش آبا؟ أختي أنا على حد علمي يعني إنه أنتي أختي ليلي فيني أطلب منك طلب؟ قولي هالمرة مشي الحال
بس يا ريت تخبري صهري انه المره الجايه ما يطلب من ابي انه يساعده ماديا، لانه ما رح يقدر. ما بقى في شي بيتخبى عليكي بعد اليوم. ما في شك انه نحنا رح نضل بقصر سوارنا، بس بابا بالوقت الحالي عنده ديون كتيرة، ولازم تعرفي انه كل محلاتنا هلأ صارت محجوزة بقضايا بالمحاكم، وصار مدخولنا مو قد المصروف تبعنا، وحتى بكفي. بس آبا، أنا فهمت كل شي، بس الشي اللي ندمانة عليه إني فهمت الموضوع متأخرة. هو صحيح إنه سامر طلب مني آخذ 2.5 مليون من أبي، بس هلأ ما رح أخذهم من أبي لو شو ما صار. لا أختي، لا تعملي هيك، لأنه أبي رح ينزعج فوق كل اللي فيه، خاصة أنه بتعرفي الظروف السيئة. ما رح نخليه يحس بأي شيء. ليكي، نحن ما رح نحسسه أنه منعرف شيء عن القصة. آبا، أنا وأنتي أختي ما منعرف شيء عن هذا الموضوع ولا سمعنا، ماشي؟ تعي نشفي دموعك هلأ، ورجيني ابتسامتك الحلوة وتعالي معي. لوين؟ انتي بس تعالي، لا تهم حالك وتزعل هيك، بكرة رح تنحل كل أمورنا. بس لو في طريقة لتنحل قضية المحلات ونخلص من هالمشكلة، كنت سديت كل الديون اللي علينا. رح يصير هيك، كل شي رح يخلص، رح تنتهي مأساتنا ونرجع مثل ما كنا. مساء الخير. ليك بابا، في عندي أخبار حلوة كتير لألك. شو في بنتي؟ سامر اتصل فيني، كان عم يقلي المصاري اللي كان محتاجة ما عاد بحاجتها. شو؟ عم يقول جا مصاري من شريك بالشغل معه اللي كان داخل فيه، وهلأ هنن اتنين رح يشتغلوا سوا، وطالما حيبلش شغل حتكون أموره منيحة. أنا قلت لك إنه رح تنحل مشاكلنا.